الروح الرياضية. بس أرجو فريقين احترام، سلموا على بعض، جمهور احترموا بعض، شجع فريقك زي ما انت عايز، ابعدوا عن أي شتايم لأي حد. أرجوكم خلوها بكرة مباراة تليق باسم الكرة المصرية. رجاءً، كفاية العالم كله بيتفرج علينا، بيتفرج على هذه المباراة، الديربي الأكبر في المنطقة والشرق الأوسط وإفريقيا هو الديربي المصري، الأهلي والزمالك. العبوا كورة خلاص، يفوز من يفوز، أهلي خلاص خد الدوري، انتهى الموضوع. يبقى إيه؟ نعمل نقدم مباراة حلوة، روح رياضية حلوة. أتمنى اللي يعنيني ويعنينا كلنا الروح الرياضية، كرة حلوة شجعها، سجل جون، شجع فريقك، لا تقترب من الآخر ولا المنافس. لو سمحتوا انسوا أي كلام آخر وانسوا أي حاجة تانية، ركزوا مع لاعبتكم، ركزوا أهلي مع فريق الأهلي، زمالك مع فريق الزمالك، بس لا ليك علاقة بده وليك علاقة بده. مش عايزين أي خروج، عايزين انضباط، عايزين روح. التزم بالروح الرياضية. هذه مباراة اعملوها وعنوانها حب مصر، وأنا بقترح أهو مباراة في حب مصر تليق انتوا الفريقين الكبيرين. لو سمحتوا النادي الأهلي، كابتن محمود الخطيب مجلس إدارة، نادي الزمالك مجلس إدارة نادي الزمالك، لو سمحتوا الروح الرياضية، علينا الدعوة جميعا أن تكون هذه المباراة شعارها من أجل في حب مصر. نقدم رسالة للدنيا كلها، الكورة كورة خلاص، اللي بره المستطيل الأخضر ننساه، مالناش علاقة بيه، احنا نركز في الملعب، نركز في ماتش حلو، عايزين كورة جميلة تليق بيكم، الدنيا كلها تتفرج عليكم، الناس كلها منتظرة القمة بكرة. مين يفوز مش مشكلة، مين كذا مش مشكلة، اللي يفوز نقول له مبروك، واللي يتغلب هارد لك، مش مشكلة. هذه كرة القدم وهذه روح كرة القدم. مفيش منافسة، المنافسة خلاص خلصت، الدوري خلاص، مبقاش عندك مشكلة النهاردة. بقى عندنا ايه؟ نقدم مباراة تليق بالكبيرين الأهلي والزمالك، تليق بالجماهير العريضة أهلي وزمالك. مش عايزين خروج أبدا أبدا من أي واحد فينا، سواء جمهور أو لعيبة أو مجلس إدارة أو إداريين، مش عايزين، عايزين منتهى الانضباط، وكل واحد يتحمل مسؤوليته، واللي يخرج عن هذا الأمر يتحمل أي عقوبات توقع عليه. يبقى احنا عايزين التزام ومش عايزين أي خروج، إنه كمان الدنيا كلها بتتفرج عليك. أما يبقى أهلي وزمالك، يبقى لازم المباراة تكون بحجم الفريقين الكبيرين، حجم الجماهير العريضة الملايين، الجماهير أهلي وزمالك. فلو سمحتوا اتركوا التحكيم، سيبوا الحكم، سيبوا التحكيم، بلاش ضغوط على الحكم، بلاش ضغوط على التحكيم، سيبوا الحكم حكم خلاص، يحكم ويحكم بالعدل، ودي ثقتنا في حكامنا، الحكم بالعدل والتحكيم العادل والنزيه. حكم ملوش علاقة لا بأهلي ولا بزمالك، ليه علاقة بالعدالة. اللي في الفار زي اللي في الساحة العدالة، بس ملكش علاقة بمين، ملكش علاقة بأهلي ولا زمالك على الإطلاق. أنت حكم، حضرتك، حضراتكم حكام محترمين، وكلنا ثقة في التحكيم المصري، ولازم نديله هذه الدفعة الكبيرة وهذه القوة، يؤدي مباراة تليق أيضا بحكام مصر. ولتكن بكرة بداية كويسة قوي نبني عليها، أتمنى ذلك.
احنا بكره مش موجودين معاكم على هوا، ولكن تاني بقول اتمنى ذلك، نحن نشوف الحكايه ايه وابعتها ايه. ماتش في الاخر يخلص، خلاص يخلص الماتش زي ما يخلص في الاخر. يتبقى مصر قدامكم، وامانه بقولها على هوا اهو، مصر قدام كل واحد فيكم، جمهور، لاعبين، مجالس ادارات، اداريين، تحكيم، مصر فوق الكل، لا اهلي ولا زمالك، مصر الاول، خليها قدامك وقدام عينيك وانت بتشجع وانت بتلعب وانت بتحكم وانت بتدير من بره. مصر لو سمحتوا قبل اي حد وفوق كل حد، مصر.